بالنسبة للبطالة عانينا منها كثير، بالذات يعني بعد التخرج من معهد تجاري. أنا درست معهد تجاري وتخرجت معهد تجاري في عام 93-94، ولم أصادف أي، يعني حاولت بشتى الوسائل أن أحاول أني أعمل كموظف، أدور على وظيفة، لكن لا فائدة. جلوسي في الطرقات أكثر، يعني صبح وعصر بالنوم، صبح نوم العصرية كراء ماشي، يعني بطالة 100%. وهذه مية معاناتها، معانا كل الشباب صراحة في مجتمعنا حتى الآن يعني زادت البطالة عن الأول أكثر وأكثر. أنتقل من عمل إلى عمل، من عمل إلى عمل، ولا في فائدة إلى حد، إلى 2008، يعني من 94 إلى 2008، وأنا أصكع ما بين دور عمل وما ألقى عمل، وإذا حصلت عمل ما تحصل عمل حسب التخرج اللي تخرجته والشيء اللي درسته. سبب البطالة هو ضعف الدور الاقتصادي أو عدم الاستقرار الاقتصادي في الدولة، نوعا ما في سوق المناخ الاستثماري بالنسبة للقطاع الخاص ضعيف، بحيث أنه تكون ذو فعالية أكثر. زد لذلك مستوى التأهيل والتدريب ومخرجات الجامعة نوعا ما مشوهة في تلبية احتياجات سوق العمل من الشباب بدرجة أساسية. أضف إلى أنه هناك كثير من أرباب العمل بالذات يريدون شباب ذوي خبرة، والخبرة لا تتوفر إلا بعد عدد من السنوات، ومن ثم كيف يبحث الشاب الجديد الخريج على خبرة ولا يقبله صاحب العمل أو من أرباب العمل؟ فهذه من أهم الأسباب. إذن مخرجات غير جيدة في التعليم العام، في التعليم الجامعي، سوق عمل أيضا متطلباته قاسية على هؤلاء الشباب، فيجد الشباب أنفسهم يعني في ساحة البطالة أو العطالة كما يقال. هذه المسببات أوجدت تراكمات سابقة في المجتمع، اللي هي سواء كانت تراكمات أو معوقات أتت نحن من الخارج أو معوقات داخلية. هذه المعوقات الداخلية والمعوقات الخارجية اللي هي بتأثير الأزمة، أزمة الخليج وعودة المغتربين، شكلت عبء على الاقتصاد. هذه تراكمت في ظل عدم الاهتمام بالتشغيل الاقتصاد، بتشغيل الشباب. وزد لذلك باعتقادي أنه أهم مؤشر هو معدل نمو السكان. بس أنا كشاب حضرمي يعني عندي طموح، وعندي يعني لازم أبني نفسي بنفسي، عندي أسرة، عندي عائلة، عندي أهل، لازم تبغى مصاريف، تبغى أحيانا مثلا بغيت لك ملابس أو شيء، أسرتك صعب إنه تعطيك، لازم إنك تصرف على نفسك، تحس إنك في ضغوطات في البيت، في الشارع، في كل مكان. العطالة معناها مضرة، فالأسباب أو النتائج السيئة على هذه العطالة ينتج أن هناك شباب عندهم فراغ، أن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة، ومن ثم سنجد هناك من ينخرط حتى في أعمال غير محمودة. فلهذا نقرأ نحن في مؤشرات البطالة أنه وصلت معدل البطالة في الجمهورية اليمنية في بعض الإحصائيات إلى 25% في بالنسبة لل البطالة بدرجة أساسية العامة، لكن معدل البطالة بين الشباب وصل إلى 60% بين الشباب، وهذا رقم مخيف. بالنسبة لحضرموت هناك إحصائية في عام 2006 صادرة عن جهات رسمية والمركز الوطني للإحصاء، يقول أنه في حضرموت العطالة فيها 12.2%، هذه تعتبر نسبة عالية جدا. تصور يعني هذه معناها 12% من المجتمع معطل، ومن من الطاقة الشبابية التي ينتظر منها أن تؤدي دورا كبيرا جدا. طبعا عانيت أنا،
تخرجت أنا من معهد تجاري في 93-94 إلى 2008، وأنا أتسكع من عمل إلى عمل، عمل عضلي يعني، ما هو ذاك العمل اللي واحد أنه خلاص يكون عمله ثابت أو يكون هذا دخله الرئيسي. يوم تحصل عمل، أسبوع بدون عمل، طبعا الواحد بيجلس بيفكر في الأمور هذا أنه يعني جالس ما هناك فائدة، ولازم أن أطور من نفسي وأعمل لنفسي عمل خاص. عمل خاص عشان ما حد يقول لك مثلا ليش ما تجي بدري، ليش من ذي، وتشوف حياتك يعني، شوف حياة. أفضل أنك يوم تكون تكون نفسك أنت وتعتمد على نفسك، ربك إن شاء الله بيسهل لك بيه الخير بإذن الله. هذه المفاهيم التي طغت في الفترة السابقة لدى شبابنا، أنه ينتظر الوظيفة الحكومية لسنة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات. هذه المفروض كيف نثقفهم في هذا الجانب، والمفروض تكون هناك جمعيات ومنظمات تسعى إلى تغيير هذه النظرة، ونحن برضو كأساتذة في الجامعة المفروض نغير هذه النظرة. كلما زادت نسبة الاهتمام بالتعليم التقني والفني والصناعي أكثر من التعليم العام، كلما أصبح الدولة ذات نظرة للمستقبل تستطيع أن تغير هذا المجتمع. إنشأنا الجامعات ولكن بصورة عشوائية، ولما نراعي التخصصات، أنا لليوم في جامعة حضرموت لم يوجد هناك تخصص مثلا في الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية. أنا بنادي بالاستثمار، بنادي بالمشاريع، بنادي أنه يجوا المشاريع الصغيرة، لماذا لم يكون يعني وين أفضل أن أنشأ قسم ميكانيكا وكهرباء؟ هذا السوق، وهناك المفروض يكون في تعديل في مخرجات الجامعة بدرجة أساسية. يعني في التخصصات أنا محتاج لها لفترة زمنية معينة، أغلقها بعد فترة. إلى متى نتمادى في مخرجات تعليم سوق العمل لا يقبلها؟ للأسف الشديد كل الأسر تريد ابنها أن يذهب للتعليم العام ويكون جامعياً وإلى آخره. يعني أيهما أنفع للأسرة، جامعي بلا شغل أم فني وتقني ومهني وهو يدر على أهله بالمال من أجل حياة سعيدة مستورة؟ فأنا أعتقد أنه يا أباء يا أمهات عليكم بتوجيه أبنائكم إلى التعليم الفني والتقني وإلى المهن الصناعية أيضا. لا يمنع أن يتعلم فرضا واحدة يعني يتعلم في الجامعة وأيضا يكتسب بجانبها مهنة أخرى تفيده في وقت يعني صعب، والمستقبل يبدو لي أنا في ظل الظروف الحالية قد يكون صعب جدا إن لم نتنبه لهذا الجانب. معيشة لا بعدها معيشة، كنا تعبانين من ناحية المعيشية حتى بعد التخرج، إنه ورانا أسر ورانا عوائل، وأنا طبعا متزوج وأبلى 4 أطفال، يعني صعبة علي جدا. كان الزمان نظراتهم عليه شوي كده، واحد يعني بطالع عن عمل النوم وودي والصياح، وكل واحد يعني في بيته وله مشاكله. فكرت كثير يعني لازم تبغى دخل ولقمة عيش يعني، فكيف بتدخل هذا الشيء؟ لازم نتفكر في مشروع صغير أو تشترك مع مجموعة من الشباب، أو يعني بأي وسيلة من الوسائل بحيث أنك توصل إلى مشروع معين هو اللي يكون مستقبلك. تعالج البطالة من ناحيتين، أولا أما إنشاء مشاريع استثمارية يقودها القطاع الخاص، أو بالاتجاه الآخر تحفيز إنشاء المشاريع الصغيرة في المجتمع لغرض مثلا التشغيل. مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية من اسمها لابد أن تسعى إلى تنمية بشرية ومستدامة، وبذل المؤسسون والأمناء دورا كبيرا في تحديد خطط محددة لأجل تحقيق الدور الذي يمكن أن تقوم به من أجل تقليص هذه المشكلة، مشكلة العطالة. فكان لها برامج يعني تدريب وتأهيل وصقل مهارات الشباب.
عملنا دراسة ميدانية لحاجة سوق العمل ومن هم العطالة الموجودة في وجدنا أولى العطالة ثلاث أصناف بشكل أساسي، قد يأتي صنف رابع لكنه يعني ليس له تأثير. أولا الصنف الأول من خريج الجامعات، خريج جامعات جالسين بلا عمل، هذا المجموعة الثانية من خريجي المرحلة الثانوية اللي ما استوعبتهم الجامعات، معدلاتهم الدراسية قليلة. الفئة الثالثة من العاطلين هم من خريجي التعليم العام اللي ما خاصة التاسع وغيره، اللي ما حصل له فرصة للدخول إلى المعاهد المهنية وقل الفئة الرابعة أولئك الذين لا يملكون أي مؤهلات أصلا. في اللحظة دي أنا استغليت فرصة أني أسجل في الدورات هذه، سجلت في الدورة تبريد وروح تخصص تبريد وتكييف. في اللحظة دي لاحظت أن ليش يعني الدراسة في التبريد في دورة التبريد والتكييف استفدت منها. بعد التخرج من الدورة من التبريد والتكييف مباشر، يعني خلصت الدورة مباشرة التحقت في ورش اشتغلت، يعني قلت لهم بطبق أنا اللي درسته هذا بدون مقابل. بعد ذلك فكرت أني أفتح محل، بدأت بأشياء بسيطة، فتحت محل صغير في البداية كان باب واحد معي بس، بعد ذلك لاحظت أنه فيه دخل وفيه تأثير علي، حاولت أني أتوسع شوية، أخذت الأبواب، أخذت الورشة بالكامل دي، أخذت الأبواب الثلاثة، جبت العمال أنه في طلاب درسوا معاي في الدورة، جبت الطلاب هذولا، بدأنا بالعمل والحمد لله الآن أصبحوا عندي عمال، أصبح عندي ورشة. برنامج الإحياء عمل طبعاً استفدت منه كتير كتير، أنا يعني كنت في البداية ما أعرف شيء في الجوالات، طبعاً شغلي تاني إلكترونيات لكن دخلت في الجوالات أعمى على قولهم، والحمد لله استفدت منه برمجة صيانة الجوالات والتابلت. وكثير من الشباب حقيقة أقدموا على الانخراط في هذا البرنامج لدرجة أنه أصبح عندنا الآن ما يربو على 1200 خريج لهذه البرامج، في برامج مختلفة للرجال وللنساء أيضا، تمديد الكهربائية، إصلاح الهاتف الجوال، التبريد والتكييف، ميكانيكا السيارات، أيضا بالنسبة للنساء الحنة والكوافير والتجميل والخياطة والتطريز والسفعات الأولية إلى آخره، برامج كلها يحتاجها سوق العمل. ومن ثم عندما أقول أنا 1200 متخرج يعني 1200 أسرة استفادت من هذه البرامج. تأثير البرنامج على على علي وعلى أسرتي طبعا تأثير كبير جدا، من ناحية اقتصادية، من ناحية مالية، من كل النواحي بشكل عام. يعني أصبحت أنا أشتغل وأدخل فلوس وكان وعندي، يعني بدل ما كنت محبط وأفكر في الأمور هذه الحين الحمد لله ما عاد أفكر كثير وارتحت نفسيا وأسرتي ارتاحت والحمد لله دخل يعني أموري طيبة. عن موضوع الدخل الحمد لله الفارق كبير، يعني فارق كبير، يعني تقول لي هناك مثلا في الفرق اللي بينها حدود 30% 40%، ودي فرق كبير الحمد لله. هذا فترة زمنية هي أفضل فترة في عمر الإنسان، إن أضاعها في عطالته وبطالته فإنه هو الضحية الأولى، عليه أن ينفض الغبار من على نفسه وأن يذهب ولو حتى يحتطب، على أن يجلس
أعطوه أو منعوه؟ الكثير من اللي تخرجوا من الدورات هذه اشتغلوا في الشركات، اشتغلوا في المؤسسات، ورد عليهم بالنفع. فنصيحتي لكل شاب أن ينخرط في مثل هذه الدورات، وخاصة شباب حضرموت. أنصح الشباب أنهم يبحثون عن فرص عمل، حتى لم يجدها فليحاول فلينزل ما في داخله. طبعا الشاب أحيانا يكون ما يتوفق في مكان، يكون في داخله نادم في موهبة، لازم أنه يسموه لا يستغلها. في أحيانا تحصله ما يفلح في الدراسة، لكن في مجال تاني يكون هو ما شاء الله عليه موهبة فوقه، وعليه من يستمر في الحياة. عندما يكون لدينا شباب لديهم عمل، نحن نسد منابع أي سلوك غير محمود، ومن ثم فإنهم يؤدوا إلى أن هؤلاء الشباب يبنوا أسر، يحافظوا على أسر، يحافظوا على المجتمع، يصبح المجتمع وكل شاب من شبابه لديه صنعة لبوس. فلازم نجعل من الشباب شباب منتج، لا نثقفهم ودورات واجتماعات ولقاءات، لازم نعطيهم شيء ملموس، نسهلهم الحصول على التمويل، نسهلهم التعريف بالمشروع، هنا نعطيه فرصة أن يبرز هو إبداعاته في إنشاء المشروع الصغير الخاص به. نحن في البلاد نعيش وضعا مأساويا، هذه العطالة قنبلة موقوتة، يمكن بدأت تتفجر. فإن لم نستطع أو إن لم يستطيع الداعمون أن يزيدوا من دعمهم، فلا يتوقفوا عن الدعم حتى بمستوياته السابقة، من أجل الحفاظ على هذه المجتمعات اللي دين عليه. أعتقد أنه دين على كل من يملك ذرة في الإنسانية أن ينقذ هؤلاء الشباب، ينقذ هذا الوطن، ينقذ هذه البلاد مما تعانيه. وهذا ما هو ضايع، هذا يقدمه لأنفسكم، يعني يجدوه عند رب العالمين إن شاء الله بأضعاف مضاعفة. نحن نريد أن تكون هناك صناديق وبنوك تجارية أو بنوك داعمة، ليس هدفها الربح بدرجة أساسية، وإنما هدفها استدامة المشروع الصغير. كأن نقول مثلا فليمنح البنك هذا أو صندوق القرض، وأن يعفي المقترض لشهر لشهرين لسنة، طالما أنه هذا المقترض موجود في الساحة ويعمل ومشروع شغال. منظمات المجتمع المدني جزاهم الله خير، ومن يدعمهم من أهل الخير، قامت بدور في تقليص هذه المشكلة، مشكلة العطالة بين الشباب. نشكر مؤسسة حضرموت والتنمية البشرية على برنامج حياة عمل، ونشكر الداعمين مثل هذه البرامج، مثلا الشيخ المهندس عبد الله حلقمشان، ونشكر الطاقم اللي موجود بالمؤسسة لبذل الجهود حتى يعني ينفذ المشروع هذا. ومثل هذه المشاريع، مشاريع حيوية طيبة تطلب النفع على الشاب نفسه، ونحن كشباب حضرموت عندنا البطالة كبيرة جدا. فعلى الشباب لا تنتظر، أنا يعني ممكن أقرب القضية، إذا الشباب يحبوا كرة القدم، اللاعب الجيد مش ينتظر الكرة تجي، يجب أن يسعى هو إلى الكرة من أجل أن يأتي بها ويحرز الهدف. وبالتالي نفس الشيء العمل بهذا الشكل.